وبعض الحدائق العمومية ماهيش كلها، بعض اللي هي أنا شنو نقول لك الغلق التدريجي، هي بعض الحدائق كما حديقة بيروت وحديقة الحرية من أول اللي تستقطب كما يقولوا مواطنين بكثرة. دونك هذه الإجراءات اتخذناها كما يقولوا فيما يخص خاصة صحة المواطن. وحاليا لجنة المصلحة الصحة لبلدية الجزائر الوسطى راهي تدور على هذه المساحات باش دير ثانيا باش تكون باش توعي المسؤولين تاع المحلات وتوعي خاصة المواطنين باش لو فور دو فافات باسكو اليوم من حقنا وين انا نشوفوا الارتفاع راهو قوي بزاف وراهو يخوف بزاف. دونك هذه اجراءات اوليه وان شاء الله يا ربي يكون المواطن يتوعى اكثر، المواطن باش يدير الكمامه تاعو باش يستعمل. نعم وهذا ما نتمناه سيدي. وبخصوص يعني سيكون ساري المفعول هذه الاجراءات 6 نوفمبر ان شاء الله، خاصه خاصه درى هناك لقاء ثاني مع اللجنه الخاليه اللي طرأتها الولي المنتدب لدائره السيدي محمد، وين استدعات كل ائمه خاصه نهار تاع غدوه ان شاء الله يوم الجمعه، ان شاء الله يكون جمعه مبارك من سيرا بريمير كوم نهار تقلقوا كامل كما يقولوا المساجد. اليوم لحقنا رانا لا باي وين درنا لقاء مع الائمه باش نحسوهم على فيما يخص التدابير الصحيه، اخذ التدابير الصحيه فيما يخص خاصه. نعم سيدي فقط وبخصوص المساجد ما هي اهم الاجراءات التي اتخذتموها ايضا؟ هي الاجراءات اللي اتخذناها كما التعليمات، نطبقوا التعليمات تاع الوصايه فيما يخص لافافات، اعطينا حوالي 200 كمامه لكل مسجد على مستوى الجزائر الوسطى. هذه خصوصيا لغدا يوم الجمعه، كاين هذيك لاباري تاع الحراره، كاين لو طابي اللي فيه ديزانفكتون، وكاين ثاني لو جيل، كل مواطن اللي يدخل يديروا له لو جيل، وهذا بالتنسيق مع الجمعيات اللي موجوده على مستوى المساجد والامام. نعم سيدي كما لاحظنا انه العديد من الولايات على غرار البويره الغواط قامت بغلق المدارس والمتوسطات بالاخص، بخصوص المدارس هنا بالعاصمه هل هناك اي جديد؟ هي حقيقه فيما يخص المدارس في العاصمه ما عندناش، هناك بعض الاصابات راهي كما يقولوا ايدونتيتي، ولكن انا نسيتي با نغلقوا المدارس، ولكن ولا كملنا هكذا يكون هناك ارتفاع ولا اصابات على مستوى المدارس. هناك لجنه تاع على مستوى الولايه العاصمه اللي تراسها ولي ولايه العاصمه اللي تتابع هذا الوباء الكورونا، وين ينجم كل والي على مستوى المحلي ينجم ياخذ تدابير كما خذوها بعض الولات على مستوى كما يقولوا في تشيشل، خذوا بعض التدابير صارمه لحمايه صحه المواطن. نعم في الأخير فقط سيد عبد الحكيم بطاش، بخصوص مخالفي هذه التدابير والإجراءات. نعم بخصوص مخالفي هذه الإجراءات سيدي، ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتموها في حقها؟ هناك قوانين صارمة مفعولة به فيما يخص لاباتات وين الأمن العمومي لو يطبقها، خاصة اليوم راهي حقيقة في كل موقع ولا شارع في الجزائر العاصمة هناك الشرطة العمومية اللي راهي تدير في التوعية، اللي راهي تعاين المخالفات على مستوى خاصة المواطن، وين المواطن كيخالف هذا لبس الكمامة لازم يدوه بيان سور الأمن الحضاري اللي ينتمي ليه، ويكون هناك يسمعوا، وهناك كما يقولوا يا ان بروسي تاع 1 مليون اللي يخلص هذا اللي يخالف القانون، وهذا الشيء ما يسمحناش نقعدوا مع هذا الشيء، ما نقعدوش برك نديروا المخالفات، ولكن التوعيه ثم التوعيه، وخاصه انا نغتنم هذه الفرصه لقناه شروق باش كل مواطن اليوم انا نشوف الناس تموت، الناس راهي بالاجهزه الاصطناعيه فيما كما يقولوا زاباري دو ريسبيراسيون، الاطباء سون ديباسي، دونك لازم نديروا اليد في اليد باش ان شاء الله نجاوزوا هذا الوباء. نعم وهذا ما نتمناه السيد عبد الحكيم بطاش رئيس بلديه الجزائر الوسطى، شكرا جزيلا لك على هذا على كل هذه التفاصيل. في الاخير اكيد نتمنى الحيطه والحذر من كل المواطنين ان شاء الله. شكرا. نعم.
تتمة لأخبارنا المحلية، وفي الشأن الأمني، تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن ببتنا من